بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نسوي بإذن الله الدرس الرابع في سويتش ماكس، اللي هو الواجب رقم 8، اللي هو عبارة عن عرض تفاعلي وعرض تلقائي لسورة من سور القرآن الكريم. أول شيء راح نفتح مساحة عمل جديدة من فايل نيو موفي، أنا فتحتها قبل. بعدين نغير في خصائص السينس من هنا، ترى الدرس طويل ويحتاج تركيز، وأتوقع إني أنا قلت في كل دروس السويت ماكس إنها تحتاج تركيز، بس جد والله هي تحتاج تركيز. شو نسوي عاد؟ بعدين طيب الحين نكرر السينس مرتين عشان يصير عندنا 3 سينس. الحين نجي على السينس الأول، حطنا خلفية، وخلاص نقفل. الخطوة اللي بعدها أنا صراحة ما أدري هي من المعايير أو لا، بس الدكتور مسويها، اللي هي تجين عند النجمة تختارين هذه آخر واحدة، بعدين هذه، بعدين ترسمين تحددينها كده. كده يصير الشكل. بعدين نجيب مثلا صورة مصحف، ونجيب أداة النص ونكتب عرض بالتلاوة سورة الكوثر، السورة اللي تختارينها. مثلا الحين نبدأ نحط الأزرار، نتوقع النجمة، نختار 2D، بعدين نختار مثلا هذا الشكل ونرسمه. خلينا نصغر المصحف شوي، الحين بعد ما رسمنا الشكل نحط له لون. ونحط له حد مثلا رقم 3. بعدين نيجي هنا ونختار لون الحد مثلا أسود، حلو. بعدين نجيب أداة النص، نحدد هنا ونكتب عرض تلقائي. بعدها نيجي على الزر من هنا ونحوله، المربع هذا نحوله للزر، فنضغط على الزر الأيمن ونختار convert to button ونفعل الثلاثة الأولى. بعدين نفتح الزر، نضغط على علامة الزائد، وهنا ركز. نجي أول شيء الحين عند الأوفر ستيت، ناخذ الصورة اللي تحت هذه الأوفر ستيت، صح؟ ناخذ الصورة اللي تحتها للزر اللي رسمناه، ونغير لون الزر مرة ثانية، لكن نتأكد إنه إحنا فعليا هنا اللي تحت الأوفر ستيت.
كده احنا غيرنا الحد، الحين نغير اللون نفسه اللي داخل. انت هنا الحين ننتقل للداون ستيت، هذا الداون ستيت صح، نضغط على الزر اللي تحتها، بعدين نجي هنا ونختار هذه، نتأكد انه هذه اللي مفعلة مش اللي فوقها هذه. ها نجي هنا ونختار الدائرة، بعدين نغير اللون، نضغط هنا نختار اللون اللي نبيه مثلا كده. خلصنا من الزر، الحين نبغى ندمج الكلمة اللي هي العرض التلقائي مع الزر، يصيرون كلهم شيء واحد. فايش نسوي؟ نعلق على زر الشيفت اللي في لوحة المفاتيح، ونضغط على كلمة العرض التلقائي، بعدين نضغط زر الفار الأيمن ونختار هنا جروبينج، جروب از جروب، يعني يصيرون كلهم مجموعة واحدة. طيب الحين نبغى نسوي الزر الثاني اللي هو حق العرض التفاعلي، ما راح نرسم الزر من جديد ونقعد نسوي فيه نفس الخطوات، خلاص هذا الجروب نفسه نسوي له نسخ من زر الفأرة الأيمن أو كنترول و سي، تضغطين على كوبي أوبجكت، بعدين تسوين بيست إن بليس، خلاص حركي. الحين عشان نغير كلمة التلقائي ونكتب تفاعلي، نفتح الجروب، يعني نضغط على علامة الزائد اللي جنبه ونضغط على كلمة عرض تلقائي، وناخد أداة النص ونكتب هنا تفاعلي. الحين نسكر السينس الأول، الحين نروح للسينس الثاني. احنا اصلا ايش مسوين؟ ناسخين الزر، ايضا نرجع مرة ثانية هنا ونسوي له لصق ونحطه هنا بالنص ونفتحه، نيجي عند كلمة عرض تلقائي ونجيب أداة النص، نمسح الكلمة ونكتب الصفحة الرئيسية أو الرئيسية. نقفل الجروب، نضغط كذا، بعدين ننسخ هذا الجروب مرة ثانية. كوبي اوبجكت، بعدين نروح للسينس الثالث اللي هو هنا، نضغط عليه ونضغط على بيست ان بليس، مكتوبة خطأ رئيسية صح؟ المفروض ما في مسافة، على العموم نكمل. طيب الحين نقفل هذه الأشياء، نقفل السينس، نيجي عند السينس رقم واحد عند العرض التلقائي، نضغط هنا، بعدين نيجي عند السكريبت ونحط add script، بعدين movie control، go to and play، بعدين نختار next scenes and play. هنا لازم تنتبهين انه احنا الحين ضغطنا كنا على زر العرض التلقائي صح؟ طيب لازم تحفظين انه العرض التلقائي هذا انت راح تحطينه في scenes 2 ولا 3، فاحفظي هذا الشيء. انا الحين بحط التلقائي في scenes 2، فاحدد هذه الجملة واجي هنا وأضغط scenes 2. طيب الحين نرجع لصفحة العمل، كده خلصنا من الزر التفاعلي، الحين نروح للزر التلقائي، وينه؟ هنا، خلونا نقفل هذه أول،
نفتح هنا، نضغط على هذه، نسوي الحين نفس الخطوات بنكررها. سكريبت، اد سكريبت، موفي كنترول، جو تو اند بلاي، بعدين نيكست سين اند بلاي. نحدد احنا في العرض التفاعلي خليناه في سينس 2 صح؟ هنا بنخليها في سينس 3. هذه معناها انه لما تضغطين عليها على اي مشهد يوديك. نرجع. طيب الحين نقفل السينس، نروح السينس الثاني. عندنا هذا الزر حق الصفحة الرئيسية، نفتحه. كل نفس الخطوات قاعدين كذا، ونحدد هذه، بعدين نروح هنا طيب الحين احنا نبغى اذا ضغطنا على زر الصفحة الرئيسية وين نبغاه يودينا؟ على السينس الأول صح؟ فايش يعني نحدد ونختار سينس 1. نرجع نسكر السينس، نفتح السينس الثالث، نفتح الجروب، نختار هذه، نروح سكريبت، نفس الخطوات. نفس الطريقة نبغى يودينا الصفحة الرئيسية يعني سينس 1. طيب خلينا الحين نشوف شغلنا. تلاحظون شيء؟ فايل، شوفوا يتحرك كذا ورا بعض، لازم نثبته. فايش نسوي؟ نيجي عند كل سينز ونختار stop playing at the end. الحين نفتح، شوفوا اذا ضغطنا على عرض تفاعلي رجعنا هنا للصفحة الرئيسية، نفس الكلام هنا. طيب الحين احنا قلنا انه العرض التفاعلي هو سينس 2، خلونا نبدأ الحين في العرض التلقائي يعني نروح سينس 3. انتبهوا كل واحدة على حسب هيش حطت التلقائي، اي سينس 3 ولا 2. انا هنا حطيت التلقائي هو 3 فبشتغل على هذا الاساس. الحين بجيب صورة للصورة، يقول إنها كبيرة تحتاج تصغير، فلأنها كبيرة مرة فبصغرها وأرجع لها. صغرتها. الحين نبغى نحدد الآيات، فنيجي عند أداة المربع ونرسم. طيب الحين هي هنا طالعة صورة، احنا نبغى نطلعها لون، فنيجي هنا ونختار صوت. بعدين نغير اللون، نحط اللون اللي نبغاه ونخليه شفاف. مثلا طبعا كل واحدة حسب اللون اللي عندها، في يعني 25% على هذا اللون حلو، 50% يكون كذا، اللي الناس بتحبه. طيب الحين نكررها على كل الآيات. ايش نسوي؟ نسوي لها كوبي. الحين هي جت بس كبيرة، نصغرها.
طيب الحين كل هذه الأشكال نبغى نسوي لها ريموف، نتأكد الشكل المحدد ونسوي له ريموف. نقفلهم كلهم الحين عشان ما يتحركون. الحين نجيب الصورة، طيب الحين نبغى نحط فيد ان بعدين ريموف لكل واحدة، يعني بحيث انه الآية اللي يقرأها الشيخ يظهر عندها هذا اللون بعدين يختفي بعدين يظهر اللون في الآية الثانية وهكذا. طبعا بالنسبة لكم اللي شغال عندها هذا الزر بيكون الوضع مرة سهل، يعني تسمع الآية بعدين تضغط هنا عشان يحدد لها المكان اللي يوقف فيه الشيخ وتشتغل. لكن بالنسبة لي يعني شوي صعب وياخذ وقت. فالحين ايش اسوي؟ ابغى اسمع الشيخ وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فبفتح بسم الله الرحمن الرحيم. وينها بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه نيجي هنا نحط لها فيد ان، بعدين نحط لها ريموف. نسمع بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا كيف؟ الحين بنكرر نفس الخطوات على كل الآيات، بخلصها وأجيكم. نسوي الآية الأخيرة مع بعض، نحددها، نيجي عند نهاية الريموف حق الآية اللي قبلها، نيجي جنبها ونحط فيد إن. ونسحب على حسب سماعك للآية، بعدين نحط ريموف. الحين نشوف الشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. طيب الحين راح ننتقل للمشهد التفاعلي. احنا قلنا المشهد التفاعلي بيكون موجود في سينس 2. نجيب الصورة، صغرتها. الحين نبغى نحط نفس العلامات اللي تيجي على الآيات، فبدل ما نرسمها نروح ننسخ واحدة من سين ستري اللي اشتغلنا عليه قبل شوي. صح، لازم نقفل الصورة. طيب الحين بركب الشيب مكانه وأرجع لكم. الحين ضروري تنتبهون لشيء، إنه إحنا نسخنا هذه من السينس اللي قبله، فكل المؤثرات اللي حطيناها جت هنا، فلازم نحذفها.
هذا الريموت اللي في البداية، هذه نخليها ما نحذفها. خلاص الحين نيجي عند بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ونحولها لزر، يعني نضغط عليها بزر الفأر الأيمن ونختار convert to button، تطلع هذه الرسالة عشان الريموف موجود هنا، نسوي نعم، بعدين نفعل الثلاث أزرار، نيجي نفتح البوتن اللي سويناه. ما راح نشتغل الحين إلا على الأوفر ستيت والداون ستيت. نيجي عند الأوفر ستيت، نفتح الموفي كليب اللي تحته، نضغط على الشيب، المرة نتبقى في هذه الخطوة في الأوفر ستيت، نيجي عند الموفي نفتحه وناخذ الشكل اللي تحت الموفي كليب، بعدين نيجي هنا جنب الريموف نضغط ضغطة ونحط فيد إن. خلاص الحين نروح للداون ستيت نفس الطريقة، ونيجي عند الموفي كليب نفتحه، نختار الشكل اللي تحته ونضغط بعد الريموف ضغطة ونختار فيد إن. الحين بنحط الصوت، طبعا هنا الصورة انتم تكونون مجزئينها على برنامج الجولد ويف، البسملة لحالها والآية الأولى لحالها كذا. الحين نضغط هنا على الداون ستيت، مو هنا وتحطين الصوت، لا غلط، على الداون ستيت تتأكدين انه انت محددتها، بعدين تضغطين هنا وتجيبين الآية أو البسمة. في بعض البنات الحين لو بتشغل ما راح تشتغل عندها الآية، أتوقع أنا عندي ما راح تشتغل. إحنا الحين قاعدين نشتغل على عرض التفاعلي، نفتح شوفوا ما تشتغل الآية مع إنه إحنا حطينا الصوت، فإيش نسوي؟ نحول هذا الصوت لموفي كليب. كيف؟ نيجي عند الآية ونضغط عليها زر الفار الأيمن، convert to movie clip. الحين لو جربنا نعلق الضغط، يعني الحين احنا بس لمسنا الحين نضغط. بسم الله الرحمن الرحيم. بسوي معكم الحين آية ثانية وبعدها بكمل الآيات عشان ما يطول الفيديو. خلاص نقفل الزر اللي خلصناه عشان ما نتخربط. الحين نجي عند الآية الأولى اللي هي إن أعطيناك الكوثر، نضغط عليها بزر الفار الأيمن ونختار convert to button، راح يطلع هذه الرسالة لأنه هنا في ريموت، نسوي نعم، نفعل الثلاثة الأولى، نفتح الزر، نيجي عند الأوفر ستيت، نفتح الموفي كليب اللي تحته، نختار الشكل، نيجي جنب الريموف نضغط ضغطة، ونفتح الإفكت ونختار فيد إن، نروح للداون ستيت، ونفتح الموفي اللي تحته ونختار الشكل، نضغط ضغطة جنب الريموف، بعدين أد إفكت ونحط فيد إن. طيب الحين نحدد الداون ستيت ونجيب الآية الأولى، إذا ما اشتغلت الآية نحول الصوت اللي حطيناه الموفي كليب، يعني نضغط عليه بزر الفار الأيمن convert to movie clip. طبعا حاولوا طول ما أنتوا تشتغلون كل شوية تحفظون شغلكم عشان إذا علق البرنامج أو شيء. الحين بكمل الآيات وأرجع لكم. خلاص كده كل الآيات خلصتها. الحين باقي شيء واحد بس من المعايير، إنك تحطين اسمك، حطي في أي مكان. جيبين أداة النص، وين اللي كتبنا؟
طيب بالنسبة للعرض التلقائي، في بعض البنات راح ياخذون صورة الناس مثلا، خلينا نفتح صورة الناس، فيها مثلا الآية تكون موجودة على سطرين، فإيش تسوين؟ يصير المؤثر الدخول حق الآية في نفس الجهة، يعني ما يصير كذا، يصيرون اثنين كذا فوق بعض، والريموف حقهم أيضا تحت بعض، عشان لما يقرأها الشيخ يطلع اللون. ما فهمتوا ولا لا؟ إن شاء الله فهمتوا. كذا يكون انتهى الدرس، بس باقي نحفظ. هذا العطف التفاعلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ لوحده. الحين نحفظ من صغير. خلاص هذا بالنسبة للدرس. اللي تبغى تشوف، اللي طالبينهم يشوفون شغلي الطبيعي الحين بس. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هذا التفاعل. فصل لربك وانحر. وهنا المعلومات، الاسم والشعب. بس ان شاء الله انه الدرس يكون واضح وقدرت اشرحه او وصلت لكم المعلومة صح. في امان الله.